دكتور حسام. اللي جاي ان شاء الله عايزين نتاكد على ان العجل يبقى سليم 100%، ما عندوش اصابات. ده بقول لك ايه يا شباب، احنا عايزين القوام الاساسي برده في الماتشات. بقول لك ايه، ده العجل شكله طلع تايواني. بقول لك اسامه عاشور اتعور النهارده، ده عجل صيني. العجل ده لازم نكشف عليه. هو كان جاي بنيه ايه، الاصابات ولا جاي بالمكسب؟ هو اكيد جاي بنيه المكسب. نطلع فاصل علشان نستقبل الكابتن حكم الدولي السابق كابتن احمد عوده. فاصل، خليكم معانا.